تقع مدينة جسر الشغور شمال غرب سوريا، وتبعد 47 كيلومترا عن مدينة إدلب في منخفض تحيط به الروابي، وتتاخم السفوح الشرقية لجبال محافظة اللاذقية، وتتبع إداريا لمحافظة إدلب. جسر الشغور نقطة عبور إلزامية لنهر العاصي وجبال اللاذقية، وتصل المنطقة الداخلية بالبحر المتوسط في مدينة اللاذقية، وجاءت تسميتها نسبة للجسر المعقود على نهر العاصي، والشق الثاني من اسمها يعود إلى قرية الشغور القديمة. بالنسبة لجسر الشغور يعني أجى الاسم عن الصخور الموجودة في قلعة أثرية اسمها الصخور، نسبة إلى سموها الصخور، والجسر أجا نسبة للجسر الموجود، الجسر الروماني الموجود بالجسر، سموه جسر الصخور نسبة للصخور الموجودة في القلعة، قلعة بالشغر اسمها الصخور. على طولة الأيام تغير اللفظ بين الناس من الصغور للشغور، يعني تقريباً الأسماء اللفظ على طولة الأيام تغيرت، بس ما أكثر من هيك. والله هي الأهمية الجغرافية، هي يعني هي صايرة نقطة وصل، صايرة نقطة وصل يعني بين الساحل والجزيرة، كانت هي لها أهمية كبيرة من هالناحية هاي، إنه كانت توصل البحر مع الجزيرة، يعني نقطة وصل كانت جسر الشغور. يعني ثانياً في إلى أهمية، كان عندك سلسلة جبال العلويين كلياتها كان موردة على الجسر. يعني نحن الآن جالسين على الضفة الشرقية لنهر العاصي. الاسم أجا نهر العاصي لأنه كل الأنهر تنبع من الشمال على الجنوب ما عدا النهر، عصر كل الأنهر صار ينبع من الجنوب إلى الشمال، يصب في خليج السويدية بتركيا، بمر بجسر حجري، جسر روماني قديم بناه الرومان قبل الفتوحات الإسلامية، سمي جسر الثغور بالث مو بالش. تحدث المؤرخون أنه كان في موقع مدينة جسر الشغور قرية تسمى نيكوبا، اندثرت قبل الفتح الإسلامي، وذكر بعض الرحالة أنه لم يكن يتواجد بالقرب من الجسر بلدة معمورة، بل كانت منطقة لاستراحة المسافرين. والله تاريخ المدينة نحن بنسمع إنه كان فيها قلعة، المدينة هي نفسها كان فيها قلعة قديمة أثرية، وكان فيها تكي، وعد عليها زلزال دمر المدينة بأكملها، دمر المدينة بأكملها. بس بأي يعني بأي عام أنا ما بعرف، يعني التاريخ بالنسبة للتاريخ ما بعرف بأي عام، بس بقى بنعرف إنه كان في مسجد اتدمر، دمروا الزلزال، يقولوا جامع الخربان اسمه، كانوا مسمينه الجامع الخرباني قالوا له. هذا كان في آثار من الزلزال اللي دمر المدينة، بيقولوا انه عدى زلزال دمر القلعه ودمر تكي ودمر الجامع ودمر الكل، دمر المدينه باكملها. بس باي عام انا ما عندي علم عنه يعني. لعل أبرز المعالم القديمة في مدينة جسر الشغور الخان والحمام والمسجد القديم. ويعتقد المؤرخون أن محمد باشا الكوبرلي والي طرابلس في العهد العثماني هو من بنى هذه الآثار. أبرز المعالم هو في حمام أثري، في سوق أثري، في خان بيقولوا له خان الكبير كمان أثري، في الجامع الكبير كمان أثري، في الجسر روماني، هدول كلهم أثريات. بنوا الرومان، بنوا الجسر. بعد الدولة الإسلامية أجت الدولة العثمانية، يمروا الحجاج كلهم كانت على ما في أدوات نقل إلا حيوانات، إبل أو بغال أو أي شيء، مشان يروحوا للحج إلى الحجاز. الحجاج يمرقوا مشي، ناس تمشي لمدة اللي بيحسبوها من هونيك من تركيا، بيمرقوا في جسر الشغور، قلن هالمكان هذا مبيت أو استراحة، موقع لراحة الحجاج. فأحمد الكبرلي باشا والي طرابلس أيام العثمانيين، قبل ما تتقسم سوريا إلى فلسطين ولبنان وسوريا حالياً، بنى جامع الكبير وبنى الخان الكبير وبنى الجامع الأثري اللي بهلا منطقة السوق حالياً. هو الثلاث مراكز هاي لاستراحة الحجاج. الخان للدواب، الغرف للمبيت، حمام عن طريق بيحرقوا، تبنى الدواب الخشن اسمه قصرين، يحرقوه ويسخنوا فيها المي والناس تتحمم، يبيتوا بالخان. الخان عبارة للدواب من تحت وللناس من الطابق الثاني. وبنى الحمام وجامع الكبير، بيتحمم بيصلي ببات وبيستريح فيه، وثلاثه جنب بعضهم، ما بيبعد عن الواحد، يمكن ابعد واحد شي 50 او 60 متر، كلهم في منطقه واحده هي اساس لاستراحه الحجاج. ما كان في سكن خالص. دخل الفرنسيين بعد الانجليز، سلموها لفرنسا واحتلتها فرنسا سوريا ولبنان، بنوا نحن بنقول سراي في جسر الشغور. الحجر ما من نفس المدينه، جابوه ما بحسن بقول لك الا يمكن من مناطق طريق المعره، على جابوه وبنوا فيه السراي هاي اللي هدم بالصواريخ النظام، تهدمت. هذا المعلم الفرنسي اللي حطوه. المعلم الثاني، فرنسا إلى شيء جيد انا بعرف، عملت الطريق المزفت من حلب الى الساحل، هذا اللي عم يمشوا فيه كل الناس من قبل ما يصير الاوتوسترادات. هاي فرنسا عملته، وبسموه نحن بنقول له، كنا لما صغار يطلق الكبار يقولوا كروزي، هذا مو الطريق، يسموه كروزي. وين على الكروزي؟ رايح على الكروزي. هاي الكروزي ما كلمه عربيه قطعا، يجوز تكون كلمه فرنسيه. اعتمد أهالي مدينة جسر الشغور على الزراعة كمصدر أساسي للعيش، حيث ساهم الماء الوفير بزيادة الإنتاج الزراعي، وأغلب مزروعات المدينة الأشجار المثمرة. كما عمل الأهالي على إدخال بعض المهن والصناعات إلى المدينة، وساهم موقعها الجغرافي المتميز بنهضة المدينة تجارياً. الاقتصاد المديني صاير فيه منه قسم زراعي، تشتهر مثلا لزراعة الرمان، لزراعة الخضروات، بالإضافة في موارد صناعية، يعني حتى مصالح، تصليح سيارات وغيره، مثلا في أمور كثير، يعني تجارة حبوب، تجارة خضار، يعني في أمور تجارية كثير يعني تعتمد عليها البلد يعني. ولكن يعني عندنا بال2011 ولهالميل يعني النظام دمر كل هالحياة الموجودة بالبلد، دمرها يعني بهالقصف اللي صار على البلد، يعني دمر البلد كلها، يتدمر اقتصادها. يعني اليوم الناس عايشة، يعني الله يكون بالعون. حملت مدينة جسر الشغور منذ زمن عادات وتقاليد أصيلة وعلاقات اجتماعية غلب عليها الحب والود بين الأهالي، وامتاز أهالي مدينة جسر الشغور بإكرام الضيف وحبهم له. والله هو بالنسبة يعني كان سابقاً، يعني نحن اللي بنعرفه يعني كان في محبة وفي ود كثير، وكانت الناس تحب بعضها يعني سابقاً كثير كانوا يحبوا بعضهم، يعني تلاقي الجوارين في ألفة بيناتهم، في محبة بيناتهم، في يعني شيء زيادة ما كيف ما كان. ولكن الظروف اللي حكمت يعني ما بعد الثمانينات ودخل النظام يعني وعمل هالعنصرية بين الناس وفرق هالناس وحط الحقد بقلوب الناس على بعض البعض، والكره والمراقبة واللي زرعها بنفوس الناس، أثرت على المجتمع. شهدت مدينة جسر الشغور أحداثاً وكوارث كثيرة، لعل أبرزها أحداث الثمانينيات، حيث أحدث النظام شرخاً كبيراً بين أهالي المدينة وشتت علاقاتهم، بعد أن قتل العشرات من شباب ورجال المدينة. بالنسبة لنا نحن جيلنا مواليد السبعين وتحت شوي، يعني السبعين 75، نحن حضرنا الخوف، كونه الوالد له علاقة بأحداث 80 شهيد هو من جسر الشغور. الخوف، الرعب اللي بالبلد اللي صار. هلا في بعض الناس ما حسيت فيه، يعني ما عاشت الفترة هاي أو ما كانت متأثرة بهالفترة هاي. جسر الشغور من البلدان اللي هي وحمالي عاشتها مضبوط لهالفترة هاي. نحن عشنا الخوف من شان الوالد، يعني قام بثورة، ثورة الشعب كانت مثل أي ثورة، بس قدر النظام يخمدها بسرعة. كان الخوف من الأمن، خوف المعاملة السيئة بكل أفرع الأمنية وحتى في المدنية. أنت وين ما رحت في تحت اسمك إشارة حمراء، أنت ابن فلان، ممنوع لك أي شيء. سفر، أي شيء، وظيفة، أي شيء، أي نوع من أنواع الحياة ممنوع لك، بس عيش مدني أنت. كانت فترة كثير صعبة، الخوف كثير صعب، يعني عشناه بالطفولة الحمد لله، وهي عشناه هلا بسن الشباب، عشنا الخوف. اللي وضعه هيك طبعا علاقاته صعبة، ما حدا يقدر يختلط معك إنه هذا ابن فلان. فرقت الأخ عن أخوه، يعني فرقت العالم، فرقت يعني الحياة الأسرية بجسر الشغور أو العائلية تفككت. يعني أنت صرت تعرف إنه فلان مثلا دير بالك مخبر، فلان مخبر، فلان كذا، فلان كذا. فككت الأمور الأسرية، فككتها يعني بجسر الشغور. النظام اشتغل عليها مضبوط. هي تأثيرات الثمانينات ظلت مأثرة يعني فترة طويلة على البلد، يعني على نمو البلد، على شغل البلد، على يعني أثرت علي الثمانينات كثير، لأن كانت ضربة الثمانينات للبلد كانت قاسية كثير كثير على الناس، لأني دمر من شباب البلد كثير النظام. ثانياً يعني أخذ من شباب البلد كثير، قتل كثير من شباب البلد. هاي بين الثمانين وبين 2011، الفترة هاي يعني لقامت الثورة بال2011. نهضت مدينة جسر الشغور من تحت الركام، وبالرغم من حرب النظام عليها ونقمته، ثابر أبناؤها بعلمهم وعملهم، وعملوا على تطويرها ونهضتها عمرانياً وتجارياً وصناعياً، حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن. بعلمه يعني ابن جسر الشغور هلا ما عاد ابن جسر الشغور زراعي، ما ضل في واحد بجسر الشغور زراعي الا على اطرافه قله قليله من الناس زراعيه، الباقي كلياته متعلم ومثقف، من دكاتره، من مهندسين، من كل شيء، يعني طوروا مدينتهم من مصالح ضافوها لمدينتهم، من اعمال. وطبعا الهجره، كونه في فقر هاجر على الخليج او على لبنان او على كذا، يعني طور مدينته، بس ما عاد الجسر الشغور الزراعي، او ما عاد ابن الجسر الشغور الزراعي، يعني ما عاد هو، ما حدا بيملك هلا من جسر الشغور داخل جسر الشغور زراعه، لا. تطور العمران في جسر الشغور، تطور يعني تطور الحياه طبعا، يعني صار يطلع يشوف شو في برا، يجي ينقل على مدينته. هاي جسر الشغور يعني.